السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم من جديد. وياكم اليوم نبتة جميلة، هي نبتة برية طبيعية تتكاثر في العراق وفي الوطن العربي. هذا شكلها، وتدعى نبتة شوك الجمل أو الكلغان أو الخرشوف. لها تسميات كثيرة وعديدة، ومنها أيضا شوك حمار، يعني حسب الأماكن والمناطق والدول، مسميات كثيرة. هاي قدامكم نبتة برية طبيعية تنمو وتتكاثر عن طريق البذور في الشتاء والربيع. نبتة شوكية، زهرتها شوكية، لون الزهرة بنفسجي، أيضا أوراقها حوافها شائكة، شوفوها أيضا حواف الأوراق شائكة، الورقة تكون خضراء مخططة باللون الأبيض، جاذبة للنحل والفراشات وللحشرات أيضا. مثل ما قلنا تتكاثر طبيعيا، وهاي النبتة لها فوائد كثيرة جدا، تدخل في الطب الشعبي وتفيد في علاج الكبد والمرارة. عندما كنا صغار كنا نأكل أغصان هذه النبتة، هذا الغصن شوفوه، كنا نقشره بسكينة والمنشار ونطلع اللب مالته وناكله، يعني يكون غصن مائي، يعني طعمه طيب يشبه الخيار. عند نهاية الربيع في الفصل الخامس أو بداية الفصل الخامس أو منتصف الشهر الخامس تنتهي هذه النبتة، كي تعود في الموسم الآخر وتتكاثر عن بذورها كما أسلفنا سابقا. المستخدم الطبي لهذه النبتة هو البذور اللي تنمو داخل الزهرة، يعني هاي الزهرة بعد أن تيبس ممكن نقطفها ونستخرج بذورها، بذورها سوداء، ممكن أن نأخذها ونطحنها ونشربها مثل القهوة، يعني خليها في الماء المغلي ونشربها كما نشرب القهوة، يعني فيها علاج فعال لمرض الكبد، فعال جدا. شوفوا هاي اللقطة قدامكم، هي جاذبة للنحل والفراشات والحشرات، وتنفع كمغطيات للتربة بالإضافة إلى فوائدها العلاجية. عندما تيبس الزهرة يتحول لونها إلى اللون الأبيض، وهسه راح أشوفكم لونها بعد أن تيبس. وهاي زهرتها بعد أن تيبس تكتسي باللون الأبيض، شوفوها هذا هنا اللون البنفسجي، بعدين اللون الأبيض هنا، شوفوها بيضة بالكامل. بذورها، هاي بذورها شوفوها سوداء معلقة بريش، تنطلق مع الهواء أينما تسقط، تجد مكان رطب في الشتاء أو في الربيع تنمو. هاي بذورها اللي قلنا ممكن طحنها وشربها كالقهوة، مثل ما أسلفنا فيها علاج فعال لأمراض الكبد والمرارة، إذابة حصى المرارة. هاي بذورها شوف، شوفوها شوف شلون تطاير،
باعش قدر هاي تطاير هسه احنا اذا نساعدها على الانتشار. هنا اشوفوا الزهرة بعدها ما يابسة شكلها البنفسجي المعروفة به. يعني هذه النبتة نبتة رائعة وجميلة جدا حقيقة. هالسنة ماكو أمطار، يعني في السنة اللي سبقت هاي السنة كان هناك أمطار غزيرة وشاهدتها حتى بعلو تجاوزت المترين، والورقة مالتها كانت حتى يعني تصل تقريبا إلى متر، يعني فالطفرة مو طبيعية في هذا المكان. هاي كل المعلومات عن هذه النبتة. تحياتي لكم، سعد كامل.